السلام عليكم، معكم وسام سهار، أخصائي نفسي إكلينيكي. بالنسبة للنسبة ديال النجاعة ديال العلاج النفسي، أو باش غادي نعرفوا بأن العلاج النفسي ممكن أن يوصلنا لواحد نتائج اللي هي نتائج ملموسة. أول حاجة قبل ما نهضروا على النتائج خصنا نهضروا على الناس، علاش كتوجه لبعض العلاجات اللي احنا كنسموهم علاجات شعبية، اللي هي بحال مثلا الفقيه، بحال مثلا الأمور اللي هي ديال يقرا عليه أو فيه الجن أو مجموعة ديال الأمور، أو أنهم يزور واحد باش يدير شنو تيسموه القبول أو ما عرفش شنو. فهاد التفسيرات هذه هي تفسيرات اللي حنا كنسموها كتسمى بالعلاجات التوكيديه. احيانا بعض الناس كاع كتلقى نتائج اللي هي نتائج كتكون بفتره محدوده، بمعنى انه كيرتاح في ديك الفتره فاش كيمشي عند كيزور واحد السيده كدير ليه شي امور معينه كيقول لك انا حسيت بالراحه ما بقاش عندي هذاك المشكل. علاش حنا كنسموها توكيديه؟ لان كتاكد ليه واحد المعطى كاين عنده في دماغه، كتاكد ليه واحد المعلومه بانه بما انه غتقول ليه بانك راه مسحور، كتاكد ليه بانك مسحور وفعلا عندك السحر وعندك في البلاصه الفلانيه، فهو كتعطيه شي امور اللي ممكن انها تخفف عليه العرض نفسيا للحظه لي يعني واحد المده قصيره، ولكن سرعان ما ينتكس الامر. علاش؟ لان الافكار ما مرتباش، الامور ما مرتباش، وخصوصا انها مبنيه على امور اللي قلناها هي توكيديه. فكاع العلاجات الشعبيه كتستعمل هذا العلاج التوكيدي اللي هو كتاكد ليك فكره في دماغك، سواء عند مشعوذ، سواء بالعلاجات اللي هي عندها علاقه بالامور الدينيه، سواء باي حاجه. لكن العلاج النفسي اشنو تيخدم وكيفاش ممكن انا نوصلوا لنتائج فعليه؟ العلاج النفسي ببساطه تيخدم على امر اللي هو مرتبط بالافكار ومرتبط بالسلوكات ومرتبط بالاحاسيس ديال الانسان وسلوكاته، كيفاش تيعيش في الحياه، كيفاش تيفكر. بمعنى مجرد فكره ممكن انها توصلك لواحد طريقة انت كتعيش بها غلط، هو الاساس ماشي في الطريقه باش عايش غلط، ولكن في المعتقد ديالك وفي الفكره اللي انت كتفكر بها. فاحنا كنحاولوا ما امكن اننا نغيروا الطريقه باش تيفكر الانسان، بحال كنفورماتيو ليه عقله، يعني كنحاولوا اننا نغيروا الطريقه باش تيشوف هو الحياه. بحال كنهضروا على واحد الانسان عنده نظارات زرقاء، كيفاش غادي يشوف العالم؟ غادي يشوفه ازرق. علاش؟ لان عنده الطريقه ديال التفكير ديالو هي اللي كتخليه تيشوف بهذيك يعني كيشوف بهذاك اللون. فاحنا كنحاولوا ما امكن اننا نغيروا ليه الطريقه ديال التفكير، اوتوماتيكيا تنغيروا بعد منها السلوكات ديالو، المشاعر ديالو، فكتقد الدائره ديال الحياه. هذه بخلاصه، هذا هو اللي هذه هي المهمه ديال العلاج النفسي، يعني هي اللي مهمه بسيطه، يعني فيها طبعا امور اللي هي دقيقه ومضبوطه علميا وبتمارين، بامور اللي كتساعدو انه يفهم راسو ويفهم حياته ويفهم الطريقه باش ممكن انه يتعامل مع الناس والطريقه اللي ممكن انه يوصل بها للاهداف ديالو. شكرا لكم وبارك الله عليكم.